يسعد صباحكم مشاهدينا بصباح جديد من صباحات الجامعة. مثل ما عم لاحظ حركة الطلاب خفيفة بهيدي الفترة من بعد العطلة الانتصافية والفصل الدراسي الثاني على أبوابه. الموظفين كتير مشغولين بهيدي الفترة بتحضير نتائج الامتحانات للطلاب. خلونا نروح نحن وانتو لنشوف آلية عملهم بهيدي الفترة. تابعونا. صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير. صباح النور. أهلين. تعرفين عن حالي؟ أنا الدكتورة يسرى سريقة. نلاحظ الطلاب وخاصة بالفروع النظرية عم تعاني موضوع أنه النتائج عم تتأخر، هيدا شو سببه؟ هو في أسباب كتيرة لهذا الموضوع. أولا أنه الأعداد كتيرة فنحن ما منلحق أنه نصلحها بسرعة. ثانيا أنه الموظفين يعني بين ما يكونوا رصدوا المادة مشان تطلع عندنا، نحن امتحانات يدوب بتخلص امتحاناتنا العادية بتبلش امتحانات التعليم مفتوح، والطلاب والموظفين بيطلعوا على المراقبات بيرصدوا بيطلعوا على المراقبات بيرصدوا، فلهيك يعني. وأعداد الطلاب بكلية الآداب كبير كتير 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 لا تتناسب مع عدد الموظفين الموجودين. الطلاب بشكل عام ما بيعرفوا انه هالضغط الكبير على الدكتور ولا على الموظف، والاعداد اللي اجت من الجامعات الثانيه يعني، فعنا كثير اعداد زاد هذا عبء على الكليه بشكل عام، على المراقبين وعلى المصححين وعلى الموظفين وعلى كل شيء. الله يعطيكم العافيه. بالنهايه هلا بنشوف الانسه كمان، انت موظفه بدارة الامتحان، شو بتحكي لنا عن اليه عملك هلا؟ أول شيء بدي أحكي عن الضغط الكبير اللي عم نعاني هون، إنه يعني ما لحقنا إسا هداك اليوم خلصنا مراقبة بدنا نبلش رصد، ومطالبين بعد فترة بتنزيل النتائج، والطلاب بيطالبوك من جهة والدكاترة من جهة، يعني ما عم نلحق. إنه كمان بالإضافة لمراقبة التعليم المفتوح بدنا يعني مراقبة التعليم النظامي يعني ورا بعض. مثل ما لاحظنا الدكتورة جابي معها هيدي الشنطة وكلها نتائج أكيد فيها. هلا انا مثل بتسلمني اياها بتكون الدكتوره مصححتها، بدي ارجع ادقق وراها دفتر يعني دفتر ده. اول شيء بعدهم بتاكد من العدد برجع بدققها، بدي ارجع افتحها رتب الاحرف وارجع انقلها هون، بعدين بدنا ننشر لهم اياها للطلب، وبس نخلص هسه بدنا ننقلهم على السجلات الكبار. يعني ضغط عمل هائل جدا. فعلا. شو بتحكي لنا عن اليه عملكم هلا؟ هلا هالفترة هاي في مرحلة الرصد، نرصد المواد، بيجي بالدكتور المادة، بتجتمع لجنة الرصد خلال يعني يوم، اللجنة بتكتمل فنبلش بشغل المادة. يعني عنا ما في تأخير أبدا غير إنه شغل 3 أيام إنه بتطلع المادة. شو المرحلة بعد الرصد؟ بعد الرصد إنه إصدار النتائج على جدول. وعندنا ضغط، نحن هلا انا مستلمه الثانيه الاولى والثانيه، فلحالي يعني بدي انقل المواد كلها 13 ماده بالسنه الاولى، 10 مواد بالسنه الثانيه، فما في غيري انا رح ينقل المواد هدول. فاللجنه ضغط كبير اكيد. ضغط كبير عندنا هلا، وبعدين عندنا اعمال ثانيه، مراجعه الطلاب، كمان عندنا هلا تعليم مفتوح وعم نطلع نراقب كمان. عندكم ضغط عمل يعني بشكل عام خلال فترة العام الدراسي عم يكون عندكم ضغط نفسه، ولا في من فترات بيكون فيها ضغط أكبر؟ دائما نحن لأنه في 3 دورات دائما مضغوطين، 3 دورات نحن امتحانية بالسنة. يعطيكم العافية، شكرا لإلك. لاحظ أنتوا هون دائرة الامتحانات كتير مضغوطين بالشغل بهيدي الفترة، خاصة عم تحضروا النتائج للطلاب، شو بتحكي لنا عن آلية عملكم بهالفترة؟ والله هلا عنا ضغط كتير، يعني عنا في شغل متأجل من قبل، يعني في عنا قرارات تخرج، في عنا مواد هلا، يعني هيدا السبب يلي بيخلي الطلاب ينتظروا ويتزمروا انه النتائج عم تتأخر. الشهر الماضي المفروض كان يطلع قرار تخرج، كان عنا امتحانات الدورة العادية اشتغلنا فيهم، أجلنا قرار تخرج وطلعنا على المراقبات. هلا في امتحانات تعليم مفتوح، في يعني في زملائنا هون كمان في عندهم تعليم مفتوح مراقبة، ما بس اصدار نتائج. بتمنى لكم التوفيق بعملكم. يا رب. شكرا لك. يعطيك العافية. كيفك؟ أمين. أهلا أهلا. شو بتحكي لنا، شو عم تشتغل؟ عم برصد نتائج السنة الثالثة. عم تجهزي، عم تفرغي يعني العلامات من دفاتر الامتحانات على الجداول. صعب إنه الواحد مثلا يشتغل شغلين مع بعض، بدك تترك نتائجك وتطلع على المراقبة، يعني مشكلة. يعني أغلب الأحيان عم تعانوا من موضوع إنه أنتوا عم ترصدوا النتائج
عم تطلعوا على المراقبة في ضغط. نحن بشعبة الامتحانات بالذات لازم يفرغونا إما لرصد النتائج وكشف علامات للطلاب في هلا بتخرج على مثل ما حكيت رفيقتي هلا، يعني ما بعرف الوضع كتير صعب. الله يعطيكم العافية. نروح لعند موصفي هون، كمان شكلك مضغوطة مبين من الأوراق اللي قدامه. لا أنا وزميلتي بس كمان هي اضطرت تطلع التعليم المفتوح كمان مراقبة. هلا عم جهز قوائم السنة الأولى اللي عددها بالمستجدين شي 1700 وراسبين شي 1000. لاحظ من هاي البطاقات كلها هاي الصحف ما فينا نحصل عدد غير عن طريق الصحف بسبب الضغط. هاي كصحف يعني أنت عم تحصل عدد وعم عم جهز قوائم النتائج. أيوة أيوة. شو بتحكي لنا هون؟ شو بلشتي مثلا؟ انت حطيت الاسماء والرقم الرقم الجامعي. يعني بدي فيها شيء 3 4 ايام اسا لحتى اخلصها لبلش بالنتائج، وننزل النتائج هون لحتى فينا نصدرها، فبدها شويه وقت. اكيد نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافيه. شكرا.